السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال بالماضي، وين يطلب تغيير توقيت مباراة الخوض القادمة، والمدرب كل مدرب ويشوف الوقت اللي يلعب فيه وكلش. وين شاهدناه وقال باللي هذه المباراة الثانية تاع كسموها هذه بوراندي هذه اللي غادي نلعبوا معاها، وين قال لك غادي تكون مباراة صعبة ومباراة قوية ونهزمت امام الكاميرون. الكاميرون شنا التأهل تاعها لكأس افريقيا خلصت دارت ماتش، وزادت كاليفيكاسيون كوب دي موند اي دايرة دو ماتش نيل، دايرة دو ماتش نيل، لا رابحة ماتش ودايرة ماتش نيل مع ليبيا. حنا كنا نتلاقاو ليبيا نولو نضحكو على ليبيا بكل احتراماتي للمنتخب الليبي. ناس دارو ماتش ليبيا مع ليبيا، هذه رو هذا بوراندي هذه خلاص عندها 4 نقاط في المجموعة تاعها. ليبيا كلاسات خير منها عندها 5 نقاط، وهذه بوراندي كلاسات يعني التروازيام برصيد 4 نقاط. يقولك حنا ومنا وبارتيا صعيبة ومنا ما صعيبة، ما هو تحضير حذر عندك دو ماتش حذر. كيما واحد قال لي غادي ما يلعبش قويري ما يلعبش دو ماتش، مشي هادي ما يلعبش دو ماتش، بصح تروازيام ماتش غادي يلعب مع ريال، غادي يلعب تروازيام ماتش على ما يديرش كيما دار نهار اللي جاب فيغولي ما تريناش كاع وخلاه لعبه، على ما يديرش لي كيما دار كيسموه ال هذي آدم الوناس كان مريض وقال له لازم تجي درتك في القائمة رواح واه ولا لا؟ قول لا. فماك آدم الوناس نقول لكم على جا كان يخمم في الكوب دي موند، قالت كان مريض ما قال ما هو جا. يعني وين أكد الناطق الرسمي للمدرب تعرفوا شكون هذاك اللي قال لكم باقي 10 ايام للكوب دي موند، قال لكم الفيفا مازال ما ردت الناس، يعني وين بان اليوم الجمعه اكد الناخب على المنتخب المدرب المنتخب الوطني الجزائري قد طلب بتغيير تقديم يعني اللقاء التحضيري الثاني للمنتخب امام بوراندي المقرر يوم الثلاثاء 9 جونفي الى الساعه 3 زوال بدل من 8 مساء، كما يعني قرر له بملعب كيفي لومي بهدف وضع لاعبين في ظروف مناخية لنهائيات كأس أمم إفريقيا المؤجلة إلى 2024 المقرر يوم 13 جونفي إلى غاية 11 فيفري بكوت ديفوار. ما نورمال عادي، ما عادي خويا. حنا ما كاين اللي قال لك هو عنده شرة مع التلفاز الجزائري، وهذه نورمالمون كاع ما تكونش مكان ما دخلوا يعني منتخب وطني، وكاين اللي بزاف غلط حسب منتخب وطني تاعه على بال الطيارة تاعو راكب فيها تاعو منتخب وطني، رغم أن الإقصاءات يعني الصفاعي في شهرين زوج صبعات اللي ما غاديش يتنساو كاع، كوب دافريك وكوب دي موند مالغري كيما هاكا مي كاين دحمان الكوافير يعني نورمال، خاطش كاين بزاف دحمانات كوافيرات، كاين بزاف كوافيرات كاين انا نقولكم. واضاف ذات متعدد ان الهدف من هذا القرار من معاينه كيفيه تفاعل لاعبي المنتخب مع تغيير ظروف المناخيه، خاصه وان المنتخب البوراندي يملك مستوى اعلى مقارنه بالمنتخب الطوغولي والذي يواجه المنتخب ويواجه المنتخب الوطني مساء يوم الجمعه يعني بلاعبين من كيما نقولوا حنا لي سبوار، لعبوا لنا بلي سبوار. حتى هذه بوراندا هذه يعني الكاليفيكاسيون كامله صوروا 4 نقاط، يعني كي زعما خير منهم. يا عبدي حط القائمه تاعك، حط شوف حط التشكيله الاساسيه في الدو ماتش. علاش عمل واحد قال لي انا ما هدرتش على المباراه تاع مي لعبوا مع طوغو، اي انا نهضر على المباراه تاع طوغو، نهضر على المباراه ما شتاش. المدرب يقول لكم ما تفرجوش وما تهضروش،
ومن جي انا نهدر كي نهدر بين تخيل انا كي لعبول هذا سمعوا سكور ربحوا 4-0 ولا 3-0 اللي ربحوا هذيك هي معليش هاون احنا نحوسوا نحوس راني ندخلوا في وسط المربيطه كي ندخلوا المربيطه فما كتبان فما بالسيف عليه المباريات نشوفوهم فما شغل يقولوا ما ديروش مباراه تاوي كي تلعب جزائر ما تلعبش ولا كي ويساحه وخليها يلعب وصايك هذه وين هذه مكاش هذه تاع تنزل الطياره الاعلام ولا ما تخليش القناه الوطنيه الجزائريه تروح ولا هذه قال مكاش هذه مكاش هذه هذه بلا حمر راسك نقولها لك يعني مؤكد ان بالماضي طالب تقديم مباراه الى الثالثه زوال بدل من الثامنه ليلا كما كان مقرر سابقا واضاف ذات متحدث الناطق الرسمي يعني للمدرب من هذا القرار هو معاينه كيفيه تفاعل لاعبين المنتخب مع تغيير الظروف المناخيه وقال هذا الناطق الرسمي يعني ايضا ان المدرب قد استخلص الدروس من كان كاميرون وهو حريص على اخذ كل تفاصيل في الحسبان تجنبا لحدوث اي مفاجاه غير ساره يا ودي غير زي الوقت صورتو نتايا انت المكلف الناطق الرسمي صلي الليل مع النهار قوم الليل ووكل الصين وحرر فلسطين وجيب كوب دافريك باش تقعد عادية على بالكم بلي انا نعرف شكون اللي يعطي الدراهم لهذاك هذيك شكون اللي يدي الدراهم شكون اللي يبدل الدراهم لجماعة البراك على بالكم نعرفوا شكون هو على بالكم بلي نعرفوا شكون هو ولا ما على بالكمش شكون اللي وصل الدراهم على بالكم نعرفوا ولا ما نعرفوش على بالكم بيا ولا ما على بالكمش باش يكون في علم باش يكون في علمكم برك هذا مكان ويذكر ان المنتخب بوروندي قد فشل في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وين الكاميرون تحصلت على 4 نقاط وناميبيا 5 نقاط ويفتتح الرفقاء القائد رياض محرز نهائيات كأس أمم إفريقيا يوم 15 جونفي بمواجهة أنغولا لحساب المجموعة الرابعة قبل أن يلاقي بوركينا فاسو في 20 جونفي ويختتم الدورة بلقاء موريتانيا يوم 23 من نفس الشهر ويتأهل أولان عن كل مجموعة إلى الدور الثمن النهائي بالإضافة إلى أحسن رابع منتخب تحت المرتبة الثالثة في كل مجموعة لبك بلي هل تدري بلي الناس اللي يقول لك بلي هذا المنتخب تاعنا هذا المدرب مع هذا اللاعبين اللي كان دايهم كوب دي موند يقول لك كنا غادي نروحوا نجيبوا كوب دي موند على بالكم بلي هذا المدرب مع اللعابه هذو اللي راه مازال تاكل عليهم 90% تاكل عليهم على بالكم بلي ما كلاسيناش حتى 103 في الجروب تاعنا تاع 2022 على بالكم بيا ولا ما على بالكمش باش يكون على بالكم خاطش بزاف البراك يا يهضر لك الكار عصري منا ليك السعدان منا ما كنا نديرو والو ايا كي تقول له يا ودي 2022 تقول زربتو القرعه تاع فليتوكس تقول زبانه وزربتها بالفليتوكس تاع كي بدا يتخبط لا 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 جات شو ساهمك شنو بيتساهم 2022 ما درنا والو راه تربح انا نقولها لك كيما ذاك معطاوي قال لهم بقى لك جبنا كوب دافريك وافرو اسيويه انت جبتها ابرو اسيويه كيما نقولوا على كاس القاره انت جبتها بالحليمه برك لهنا كونت ايران وكانت ايران للمدرب استهزا بها قال لك لا يشبهونا غير في التريكوات برك او دي ايران لعبت كوب ديموند راح تشاركت كوب ديموند ايران راح تشاركت كوب ديموند سي جمال على بالك بلي شاركوا كوب ديموند ولا ما بالكش ايران باش يكون في راسك برك ايران تهدر على ايران بس تهدر على ايران والله بصح بس تهدر لي على ايران عيبة احترم المنتخبات احترم انا اقول لك انت كيما هكا في راسك راهي كيما في راسك راك تخمم في بوركينا فاسو انت كيما هكا كيما راني لعبت مع تنزانيا تخمم في السنغال لعبت مع راس الاخضر تخمم في مصر
أنا أقول لك احترمها، احترم 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 احترم، كي تحترم لي زيكيب ما تولي مليحة، أنا أقولها لك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وإن شاء الله دائما نكونوا معكم بجديد، واللي مشي أبوني أبوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله. صحيح.